أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في مادة التربية الإسلامية للأسبوع الأول. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب: يفسر الطالب معاني ومفردات جديدة، يفسر الآيات الكريمة من سورة الإسراء. ابتدأت السورة الكريمة بتعظيم الله تعالى وتنزيهه عن كل نقص لا يليق به سبحانه، ثم أخبر سبحانه أنه أسرى بسيدنا رسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عندما عاد النبي من الطائف إلى مكة كان مهموما، ليس بسبب ما رآه من أذى، بل بسبب خوفه على الدعوة وألا يجد مكانا صالحا لانتشارها، فقد كانت الطائف أملا له، ولكن كان أهلها أسوأ من أهل مكة، ثم أن مشركي مكة حالوا بينه وبين دخولها، فقد منعوه من دخول بلده حتى جاء سيد من سادات قريش سمح له بالدخول، وقد طاف حول الكعبة. وفي ظل كل هذه المآسي التي مرت به، أراد الله تعالى أن يسري عن نفس نبيه ويرقاه عنه، فكانت حادثة الإسراء والمعراج، فقد أسرى الله صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس في جزء من الليل، وقد ركب دابة تدعى البراق، وهناك التقى بالأنبياء عليهم السلام فصلى بهم إماما، ثم عرج إلى السماوات العلى، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، وكان في كل مرة يصعد فيها إلى سماء يرى نبي فيسلم عليه ويقر بنبوته، رفع إلى سدرة المنتهى ورفع إلى بيت المعمور، ثم عرج إلى الله جل جلاله، وقد فرضت الصلوات الخمسة في ذلك الوقت، وقد كانت 50 صلاة، وخففت إلى أن وصلت إلى 5 بعد أن قال له موسى أن يسأل الله التخفيف، ثم نزل إلى الأرض وعاد إلى مكة المكرمة في نفس تلك الليلة. دعوة سيدنا موسى رضي الله عنه. تخبرنا الآيات الكريمة أن الله تعالى أنزل التوراة على سيدنا موسى لهداية بني إسرائيل وتحذيرهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وذكرت الآيات الكريمة بني إسرائيل أنهم من نسل سيدنا نوح الذي أمره الله تعالى بصنع السفينة وحمل من آمن معه لينجو من الغرق، وقد وجههم سبحانه وتعالى لأن يجعلوا سيدنا نوح قدوة لهم، فأنه كان عبدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. أما عن إفساد بني إسرائيل وعقاب الله تعالى لهم، تتحدث الآيات عن إفساد بني إسرائيل الذي سيقع منهم في الأرض المقدسة، وعصيانهم واستنكارهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وتبين أن هذا الإفساد سيتكرر منهم. وتبين الآيات أيضا سورة الإسراء سنة الله تعالى في معاقبة المفسدين، وتفصل في بيان فساد بني إسرائيل، فأخبرها سبحانه وتعالى أنه إذا جاء الوعد المحدد بسبب إفساد بني إسرائيل الأول، بعث الله تعالى عليهم عبادا له أقوياء فيقفون في وجهه مخططاتهم وطغيانهم وإفسادهم، وهو رعد من الله سبحانه وتعالى لا محال نافذ. هناك أيضا صفات من يواجهون الإفساد وأهله، وهي العبودية لله تعالى وامتلاك القوة، إلا أن عاقبة الإفساد والخروج عن أمر الله تعالى هي الدمار والهلاك، وأن الله تعالى لا يظلم العباد حين إهلاكهم، بل يعاقبهم عن أفعالهم. ثم تذكر سورة الإسراء أن الغلبة بعد ذلك تعود لبني إسرائيل، فينصرهم الله تعالى عليهم مرة أخرى ويمدهم بالمال والأولاد. أيضا يحذرهم الله تعالى أنهم إن عادوا إلى الإفساد فسيبعث من جديد عبادا لهم ينتصرون انتصارا عليهم أول مرة. إذن هنا تتحدث سورة الإسراء عن رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج، وأيضا عن دعوة سيدنا موسى لبني إسرائيل، وأيضا إفساد بني إسرائيل وعقاب الله تعالى لهم وكيف عاقبهم بسبب إفسادهم. أيضا
معاقبة المفسدين تفصل في بيان فساد بني إسرائيل، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا جاء الوعد المحدد لهذا الإفساد من بني إسرائيل بعث الله تعالى عنهم عبادا لهم أقوياء يقفون في وجه مخططاتهم وطغيانهم. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.